أهلا بك يا أستاذة إنجي، وشكرا على التعزية، وربنا يعزي مصر بحالها ويعزي طبعا أولادنا وبناتنا الضحايا ويشفي المصابين كده وكل المجروحين. طيب، قداسة البابا أولا، عايزين نبدأ من اللحظة الأولى منذ وقوع هذا الحادث وكل الاتصالات، وأولها طبعا الاتصال من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة إنقاذ الأرواح وطبعا الوقوف مع المصابين. طبعا مع بداية حادث وأزمة بهذه الصورة، طبعا تلقينا مكالمة تعزية من سيادة الرئيس، وطبعا تعزية طيبة خالص ومبكرة، وبعد كده تلقينا تعزيات كثيرة من كل رموز الدولة، من رئيس مجلس الوزراء ومن عدد كبير من السادة الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ والسيد النائب العام. يعني أنا مش قادر أحصر كل اللي اتقدم بالعزاء، وطبعا دي مشاعر كلها طيبة وبتخفف من واقع المصاب، لكن في نفس الوقت كل الأجهزة المعنية يعني بوجود أزمة زي كده كانت متواجدة ووصلت للمكان، ونشكر الله نشكر الله. لكن طبعا يعني المكان صغير وضيق، والكثافة القبطية في المنطقة دي كتيرة، ودي نقطة جوهرية لازم ناخدها في الحساب. يعني بمعنى ايه قداسة البابا؟ يعني لو توضح اكتر ما تقصده. طبعا في وقت من الأوقات من أكثر من 10 سنوات أو أكثر، كان عملية إنشاء كنيسة عملية يعني مرهقة جدا، وكان في جهات كثيرة بتقف ضد هذا الأمر، وكان الموضوع بيجد صعوبة بالغة. نشكر ربنا من سنة 16 ابتدى يصدر قانون لبناء الكنائس، وابتدت الأمور يعني تمشي في مسارها الصحيح بوجود قانون. لكن من قبل كده كانت بعض الأماكن اللي أقيمت فيها الصلوات أماكن صغيرة جدا بالنسبة للعدد المتواجد من الأقباط في المنطقة دي. تصوري إن المنطقة دي المكان ده مثلا مساحته 120 متر 120 متر ده منكيش شقة. وبالتالي أنا بطالب الأجهزة المسؤولة إنها تنتبه للنقطة دي. إذا كانت الكثافة عالية والمكان صغير، يبقى لازم في مشاركة إن يتنقلوا في مكان أوسع، المكان إزاي يوسع بأي صورة ما. وطبعا توفير كل